مشاركة رافعة في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من حلقات برنامج تواصل. حلقة امبارح تواصلنا معاكم في موضوع لا يقل اهمية عن الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة. اتكلمنا عن الاحتضان في مصر، واظن كلنا عرفنا ايه هو مفهوم الاحتضان في مصر. طبعا الناس اللي شافت حلقة امبارح فاعتقد انهم وصل لهم المفهوم ده. الناس اللي ما شافتش الحلقة يقدروا ان هم يتابعوا الحلقة من خلال قناة الصحة والجمال على اليوتيوب، وتقدروا تعرفوا اكثر عن مفهوم الاحتضان. حلقة النهاردة هنتكلم في موضوع هو من المواضيع مش بس شائكة. أنا دايما بقول إنه في بعض الأحيان لما ندي للناس تكنولوجيا جديدة أو أداة جديدة عشان يستخدموها، لو ما تمش تدريبهم عليها بشكل كافي بتصبح هنا الكارثة. زي إيه بالظبط؟ دايما كنت أشبهها زمان بفكرة الحرية. لما تعطي الحرية لناس ما عندهاش أو ما عندهاش مفهوم الحرية، فهتلاقي إن الدنيا بقت بتمشي بشكل غير سليم. النهاردة هنناقش معاكم موضوع، وأنا أتواصل معاكم أيضا في قضية هي قضية التعليم الأونلاين. وده كان يعني أول ما جه في ذهني فكرة الحديث عن هذا الموضوع، مش بس من اللغط اللي موجود على الشاشة، لا كان من نقطة أخرى، وهي فكرة إن أنا لما كنت أحضر بعض المحاضرات الأونلاين كنت بشوف كم من المهازل ومن الكوميديا اللي من الممكن إن أنت ممكن تخرج بفيلم سينمائي يبكي أكثر منه يضحك، نظرا لأن الناس غير مستوعبة هذه القضية. النهاردة هنناقش هذا الموضوع، ولكن قبل ما أبدأ الفقرة بتاعتنا خلوني أرحب بأستاذة إيمان. أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتورة منورة. مساء الخير يا دكتور خالد، ويعني الحمد لله الحمد لله، يعني دكتور خالد افتكر إن أنا موجودة. لا ما تقلق مش بنسى. لا أنت نسيتني النهاردة خالص. يعني مساء الخير على كل مشاهدينا، النهاردة حلقة جديدة من تواصل، وطبعا زي ما ذكر دكتور خالد حلقتنا امبارح كانت يعني ما شاء الله كان صداها جميل جدا جدا، واعتقد كلنا فعلا وصلنا لمفهوم الاحتضان، والنهارده هنكبر شويه بقى بعد مفهوم الاحتضان الطفل ده دخلنا بيه المدرسه، والمدرسه دلوقتي يعني تعليم سواء كان كلاسز او يعني الفصول اللي هي التعلم عن قرب، يعني المدرس قاعد كده قدام الطلبه زي العادي اللي احنا كلنا عارفينه، والتعليم عن بعد التعليم الالكتروني، يعني المدرس بقى دلوقتي ما شاء الله يعني الطلبه قدامه قاعده في البيوت مريحه وقاعده بتتفرج على المدرس او بتشاهد المدرس عن طريق الانترنت. طبعا التعليم الالكتروني بقى يعني ما له وما عليه النهارده هنتكلم فيه مع الاستاذه نيفين فران، مدرسه لغه انجليزيه باحد المدارس. اهلا بيكي يا استاذه نيفين. اهلا بيكي يا استاذه ايمان. اهلا بيكي، مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده بجد. في البدايه كده انا عايزه اعرف بقى انت اولا مدرسه في مرحله ايه، يعني او في انهي مرحله بتدرسي لها؟ هو انا مدرسه في مرحله ابتدائي اليمنتري، يعني ابتدائي، وطبعا درست كيجز او اللي هي المرحله ما قبل الابتدائي بس يعني في فرق طبعا كبير يعني في الاونلاين كان بالذات يعني. طب كويس، حلو قوي. طب انت دلوقتي بقى يعني كمدرسة المرحلة تعتبر مرحلة حرجة جدا، السيطرة عليها صعبة قوي، يعني انا ما اعتقدش ان في طفل تقدري حتى وانت قصاده في الكلاس انك انت تقعديه وتديله المعلومة. يعني بيتعاملوا معاكي ازاي؟ الموضوع مجهد فعلا. الموضوع يعني بيتعاملوا معاكي ازاي؟ بصي، هو طبعا كل اهم حاجه ان يكون المدرس بيحب المهنه بتاعته، ما تبقاش مهنه ان هو موظف رايح يعني تعليمه بس، هي برضو هي تربيه وتعليم. فهو الموضوع فيه ناحيه عاطفيه شويه، ان احنا بنقرب من الولاد، بنتعلق بيهم، بنحب نعلمهم حاجات، فدي برضو بتفرق، ودي مهمه في اي مدرس فعلا ناجح او بيخلي فعلا تلاميذه بيحبوه يعني او بيوصل للمرحله دي. فمن الحاجات اللي هي يعني ان انت تقعدي حد في الكلاس ان هو يركز معاكي، محتاجه تعملي يعني اراجوز. طب يعني ده وانت قاعده في الكلاس نفسه، طب انت خلاص دخلتي بقى في مرحله ان في ايام دلوقتي انت بتدرسي لهم اونلاين، يعني قاعدين ورا الشاشه وحتى انت يعني شبه مش شايفاهم، او هم يدوبك هم شايفينك وانت مش شايفاهم، حكمهم ازاي؟ بصي، هو الموضوع مش سهل ومش صعب برضو، يعني خلينا نقول ان هو لسه جديد، يعني ما اقدرش اقول ان هو يعني حلو او وحش، او الموضوع اكيد كل حاجه جديده بيبقى ليها سلبياتها وليها الايجابيات بتاعتها. بس طبعا الايجابيات بتاعه الكلاس نفسه وان يبقى في تفاعل بينك وبين الطلاب بتوعك بتبقى لا موضوع مختلف تماما، بتحسي بمتعه في حد قاعد على الاونلاين انت مش عارفه هل هو فهم ولا لا، في يعني نظره كده مذنب مامته جنب منه. انا عندي دايما نقطه في الجزئيه دي. وجهه نظرك التعليم الاونلاين للاطفال افضل؟
أو على حسب العمر. ولا للكبار أفضل؟ يعني الأسهل مين فيهم؟ لا الكبار طبعا أسهل، الكبار كتير لأنه ما خلاص هم واعيين وحد. أنا ضد هذه الفكرة فعلا؟ آه والله. إني أعترض. لا ليه أعترض؟ ليه؟ أنا معترض. ليه؟ وجهة نظري ممكن تبقى صح ممكن تبقى غلط، إنه التعليم للأطفال أنت ممكن تعلمه فكرة الأونلاين، وممكن تلاقي الأطفال فاهمين التكنولوجيا ممكن في بعض الأحيان أكتر من الكبار. كبار انا شفت فكره هو خلاص كبر على لازم يشوف المدرس قدامه او لازم يشوف الدكتور قدامه بيشرح له الماده، ما عندوش فكره انه يقعد اونلاين. دي وجهه نظري في هذه الجزء في النقطه دي تحديدا، فمش عارف بقى. بص انا هقول لك حاجه بسيطه من خلال التجربه يعني بقى. من خلال التجربه، لو طفل صغير في مرحله لسه ما قبل الابتدائي يعني محتاج يمسك القلم. دي من الحاجات المهمه جدا، ان اول حاجه بيتعلمها مسكه القلم عشان ويش. يقدر يرسم ويكتب ويتعلم حروف ويتعلم حاجات. طب يعني للأطفال من السلبيات. من السلبيات طبعا. لا من اصعب الحاجات ان انت تعلم طفل صغير، او ممكن تفرجه على فيديو، ممكن تقدم له حاجات فيها مثلا اكتيفيتيز كتير يعني على الاونلاين، لكن ان انت برضو التفاعل ما بينك لان انت بالنسبه له بتبقى قدوه. هو بيقلدك في كل حاجه، بيبقى فعلا حاجه عامله زي السفنجه كده اللي بيمتص كل حاجه قدامه من المدرس بتاعه. طيب يعني الاطفال اللي في سن الكي جي ومرحله ما قبل الابتدائي كلها قادرين تعملوا الموضوع ازاي؟ هل فعلا في تفاعل؟ يعني الام بتبقى قاعده مثلا مع الطفل قصاد الكمبيوتر وبتقول له طب خد بالك، طب يا حبيبي ما تسرحش، طب ركز مع الميس بتاعتك او كده، ولا شايفه ان ممكن في طفل ممكن يقعد لوحده؟ في السن الصغير طبعا صعب يعني، على الاقل هو مش المفروض ان هي تكون قاعده قدامه اللي هو ظهرالي في الكاميرا يعني او في الكادر. لا وفي ساعات يعني يقول لك ايه، طب الميس عندها ستاره حلوه قوي بالظبط. بتحصل ان هو تقول له ركز مثلا. لا والطلبه في الثانويه العامه كمدرس منزل حاجه، كم المهازل اللي من الكومنت بتاعه الطلبه تكاد تكون عيب يعني. هو مش حلو والله. الموضوع بالنسبه لي صعب يعني. هي انت رايك في الفكره الاول، فكره التعليم اونلاين انت شايفاها ازاي؟ لا طبعا هي برضو مهمه يعني، حاجه مش شايفاها ان هي يعني سيئه يعني، بالعكس هي حاجه جديده وسكيل جديده هم المفروض يتعلموها، لان معرضين يعني ان الواحد ممكن يتعلم بره، ممكن يتعلم اي كورسات من يعني، ممكن يعمل انترفيو اصلا اونلاين، كل الحاجات دي، او يعمل برزنتيشن، اي حاجه هتأهله ان هو يبقى يعني يبقى خلاص يبقى تمام، الموضوع بالنسبه له سهل. طب احنا بقى مؤهلين ان احنا نستخدم الاونلاين؟ محتاجين تدريب طبعا. محتاجين تدريب يعني حاجه في اولها صعبه. احنا ينفع نستخدمه يعني كل حاجه في اولها صعبه، بس محتاجين نقوي النت الاول، الواي فاي. الاول المشكله الاول حاجه، دي اول مشكله بتواجه الناس كلها طبعا، ان يبقى فيه يبقى يعني النت مش شغال كويس، بتبقى مشكله لينا والولاد يعني. انا بشوف ان طبعا يعني الناس بتبقى احسن حالا او افضل حالا بتبقى طبعا الموضوع بالنسبه لها اسهل، لكن لو حد في قرى مثلا او في اقاليم او في الدنيا ممكن تكون ابسط بكتير، دي اللي بتبقى فيها فعلا سلبيات يعني. مشكله الواي فاي فعلا بتبقى مشكله في بعض الاماكن، حتى مش شرط القرى، في بعض الاماكن في القاهره او في يعني في اماكن حقيقي. كتير ما فيش فيها الشبكه كويسه خالص، وبنفاجئ في ان في امتحانات. مشكله عندك يا دكتور؟ لا انا عندي مشكله في الراوتر يعني، انا رسترته كتير قوي والله. لازم ترستر الراوتر. انا محاضراتي كلها نصها بيطير مني. رستر الراوتر بسبب الموضوع ده. بنحاول والله. طيب بما نتكلم عن فكره التعليم اونلاين والتطوير، وان الموضوع ده ظهر قوي 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 بعد انتشار كورونا، فكان لازم الناس طبعا. حتى في بعض الناس كملت الترم الثاني من الماستر بتاعهم اونلاين. شايفه ازاي نطور من فكره التعليم اونلاين؟ ورقم واحد قلنا ان احنا نحسن من جوده الاسلاك للنت، ودي حصلت في بعض المدن الجديده انه تم تحسين شبكه الانترنت بشكل كامل. اكيد شبكات التقويه والحاجات دي. لا كمان في يعني انا بشوف مثلا ان احنا نحسن حاجه زي كده، او التعليم يعني عن بعد، اهم حاجه ان يكون المدرس يعني مدرس كفء يعني لده، انه يقدر يوصل بالظبط، انه عنده قابليه كمان انه يوصل عن طريق الانترنت بالظبط كده، وان هو يقدر يكون في علاقه بينه وبين التلاميذ بتاعه كويسه، هم بيثقوا فيهم، بيتعلموا منه فعلا، بيفهموا منه، فالموضوع هيبقى اسهل، ويعني مش هياخد منهم مجهود بقى ان مثلا ان هو ازاي يسيطر عليهم جوه السيشن، ازاي ان هو يخليهم مركزين معايا، يجذب انتباههم، لان انت في الكلاس بتبقى عارف حد مشغول بحاجه انت شايفه قدامك،
لكن بقى في الاونلاين مش شايف. بصي يعني في حاجه جميله جدا بتحصل، يعني المدرس يبقى قاعد او الدكتور بيبقى قاعد، ان انا عاده انا كمان بحضر محاضراتي اونلاين، فجاه ابص الاقي الدكتور فلانه ردي يا فلان ها بتعمل ايه، هي شاشنا كده بتطلع زي ما بيقولوا وفي ممكن يخرج. على فكره في ولاد بيخرجوا بيقلق من السؤال فيقول لك بقى لا ما هو مش مركز بقى، ما انت يعني مش المايك فصل. المايك فيه مشكله، النت فصل، النت فصل، المايك فصل، مفيش داتا، احنا مفيش داتا في الموبايل دلوقتي بالظبط. مش سامعك. لا ده انا شفت كمان الالطف انه التابات اللي سلموها للطلبه في المدارس المفروض ما ينزلش عليها العاب، المفروض ما يستخدموش غير استخدام للدراسه. قبل ما اسال السؤال ازاي نقدر نسيطر على ده، هل تكاليف التعليم الاونلاين اكتر من وجهه نظرك ولا الحضور في المدارس والجامعات؟ لا هي طبعا هي من الايجابيات ان هي اقل تكلفه طبعا بكتير، ما فيش بقى باصز وما فيش حاجات كتير بالنسبه للمدرسه وبالنسبه للاهل كمان يعني بتقلق طبعا، يعني فيها توفير كبير يعني، بس برضو لا مش هنقدر نستغنى عن المدرسه. دكتوره ايمان هتشجع هتشجع الاونلاين؟ والله انا بشجع الاونلاين لحاله واحده بس، لان انا طبعا في ظل وجود يعني ان احتمال يكون في موجه تانية الكورونا، فيعني اعتقد طبعا الاطفال بتبقى حامله للعدوى وممكن يكون مش ظاهر عليهم اعراض، فهيبتدوا يجوا ينقلوا لحد في البيت، وده مش يعني طبعا حاجه مش هتبقى لطيفه قوي يعني. طيب يعني انت شايفه برضو ان احنا نحاول ان احنا نستمر شويه وبعد كده نحاول ننقل، لو الدنيا الامور ما بقتش سهله ان احنا ننزل او لا قدر الله حصل فيه موجه ثانيه الكورونا؟ هو دلوقتي الحل الامثل بصراحه ان هو الواحد يبقى الدراسه اونلاين، هيبقى في نزول طبعا بسيط للولاد الصغيرين بس يعني لا هو امن كتير، لان احنا مش عارفين برضو الدنيا ممكن توصل لايه، هم برضو يعني استيعابهم لحته الماسك ان هو يفضل لابسه طول اليوم الدراسي حتى لو بقى اقل وقتا يعني او الوقت اقل هيبقى صعب جدا عليه، احنا نفسنا ككبار يعني كمدرسين مش بنستحمل، بتبقي حاسه ان انت لا محتاجه تتنفسي، هم بقى ممكن يبدلوا مع بعض الماسكات، ممكن احنا بنبدله بنعمل حاجات تانية كتير بالظبط يعني، ومعلش الماسك ده لونه بينك والماسك ده لونه يعني مش كده يعني، في حاجات بقى جديده كمان. ثابت القضيه الاساسيه بقت تتفرج انه الماسك هيبقى لونه معطقم ولا لا، عشان بس ما اخرجش عشان ما اخرجش بره عشان ما اخرجش بره الاطار بتاع الموضوع بتاعنا. فكره دلوقتي المدرسه دايما بيبقى فيها مواعيد ثابته، اكيد المواعيد دي فيها حصه 1 2 3 4 5 ليها اوقات معينه، يعني ما ينفعش ان انا ما اكونش موجود. هل احنا هنقدر في التعليم الاونلاين نطبق نفس النظام ده ولا النظام بيكون مبني على ايه فكره الدراسه؟ اكيد بيبقى فيه برضو سكادجول وفي جدول ماشيين عليه المدرسين بالحصص بتاعتهم، ما حدش بيدخل كده فجاه، وبيبقى فيه لينك بيتبعت للولاد ان هم يقدروا يدخلوا في الوقت يعني مثلا هنقول ساي من 6 ل 7 السيشن او من 6 ل 7 لثلث لو 40 دقيقه، فبيبقى فيه لا فيها منظمه جدا، بس هي فكره بقى بتبقى مش منظمه بالنسبه للولاد. أيوة. يعني المدرس بيدخل وكل حاجه بس الولاد يعني ما بيدخلوش، الولاد لا بس نقطة الولاد الولاد لا يعني ممكن حد يدخل متاخر شويه، مش بيبقى يعني مش اون تايم قوي، بيبقى مش حريص يعني على حسب بقى برضو الطفل هو حريص. هي اعتقد حريص. المدارس عامله زي يعني نوع من انواع الاجراءات الصارمه شويه، اللي هو لو عديت وقت معين ما دخلتش السيشن بتاعتك او ما دخلتش الكلاس بتاعك يعني ليها طريقه مش هتخش. وليها مش هتدخل يعني زي كان الحضور والانصراف فبيتعمل برضو اونلاين. بناخد طبعا يعني الاتندنس بتاعهم او الغياب بتاعهم، مين حاضر مين مش حاضر، عشان نبقى عارفين مين اللي مثلا في مشكله، في حد تعبان، نبقى برضو يبقى في تواصل من خلال المدرسه، يعني ما يبقاش الدنيا برضو كده براحتهم قوي، يعني لازم يبقوا حاسين ان في رقيب برضو عليهم يعني في الشغل بتاعهم، كمان لو قدموا شغل بيبقى بيتراجع او يتعمل له يعني تصحيح يعني يتراجع لهم تاني عشان يتشاف الهومورك بتاعهم والواجبات بتاعتهم. طب يعني انت كمدرسه عندك ايه اكتر حاجه صعبه قابلتيها في ان في في, في موضوع التدريس الاونلاين؟ النت بيفصل بس النت طبعا دي اول حاجه لا انا حاسه ان في مشاكل ثانيه بس يعني بتحصلش كتير قوي يعني، بس اللي هو الفكره لا في مشاكل ان انت لو حد مش فاهم بجد هو عمال يهزلك في راسه يعني، بس هو يعني النظره دي ما بتبانش غير وانت بقى يعني معاه في الكلاس بقى في اي كونتاكت، دي مهمه جدا ان يبقى في تعامل وشايفاه وحاسه الموضوع مفهوم اوكي كله بيرد
كلمه ان هم كلهم مع بعض في نفس واحد. ايوه فاهمين فاهمين. ايوه والمايكات كلها لما فتحت طبعا بتفتح، بنضطر اسفين ان هي خلاص بتقطع السيشن دي الطريق. وكمان ان انت تضطري تقفلي لو حد مثلا عنده حد في البيت صوت طلع مثلا، حد بيتكلم هو مش فاهم ازاي يعني. دي بتحصل كتير بقى، دي النوادر دي النوادر. يعني هو ليه ما حصلش تدريب للمدرسين وللطلبه على كيفيه استخدام التعليم اونلاين قبل ما يحطوهم؟ لا بيحصل اكيد. بصوا بتختلف طبعا مدرسه لمدرسه. لا بيحصل طبعا، بس بيبقى يعني اصل هو الموضوع مش صعب يعني. هو موضوع الاونلاين هو ابلكيشن وبندخل عليها وكان زي الفيديو كول كده. هو الموضوع مش صعب، بس هي الولاد ان هم يستوعبوا ان هو يفضل قاعد قدامك، وكمان مش انت لوحدك. يعني مثلا هو دلوقتي هيحضر انجلش، بعد ساعه عنده عربي، بعد ساعه عنده، فهو هيبقى قاعد قدام اللابتوب مثلا او الكمبيوتر 5 ساعات ورا بعض. هو برضو عينه انهكت يعني، هو كطفل ممكن ما يستحملش ده. فعشان كده بقول لك الاكبر بيبقوا شويه بيستحملوا اكتر، لان هم يعني متعودين على ده، يتفرجوا على موفيز كتير. الموضوع يعني لو شغلنا الاطفال كرتون هيتفرجوا خلاص يعني. لا مش فاهمين كرتون على فكره كمان. طبعا لا هم ساعات بيبقوا فاتحين ويندو تانية غير المدرس. فاتحين يعني. انا بشوف عن نفسي. شيء جميل. بتسمع بقى اصوات كده غريبه كرتون. انا عشان اخرج بمعلومه للمشاهد، ايه هي الايجابيات اللي انت شايفاها من وجهه نظرك في التعليم الاونلاين؟ الايجابيات ان هي في مرونه، ان انت ممكن تدرس الكلاس في اي وقت في اي مكان كويس، وفي الوقت المناسب للولد يعني بيبقى في اتفاق بين المدرسه. نشوف مثلا الولاد الصغيرين عاده بيبقى افضل ليهم يكون بعد الظهر، على اساس ان هم الام بتبقى في الشغل، الاب في الشغل، ف يبقى في رقابه يعني عليهم ان في حد موجود وعارف ان هو حضر الكلاس بتاعه بالظبط. او ان هو كمان مش عارف يتعامل مثلا، لسه صغير مش عارف يتعامل قوي مع الانترنت او على الكلاس بتاعه، فبيساعدوه. فدي مهمه. الكبار لا، ممكن الصبح عادي، ممكن الوقت بيبقى فيه شويه مرونه. الموضوع بيبسط ان انت ممكن يعني زي ما بنقول مثلا بنعمل ميوت مثلا لو حد عمله في كلام او كده، بتقدر تعمل ميوت نقدر نقفل الصوت على الطالب اللي ممكن يكون طالع من عنده الدوشه. واحنا بنكمل الايجابيات، خلينا ناخد الاتصال التليفون. استاذ احمد سلامه خبير متخصص في شؤون تطوير التعليم. استاذ احمد برحب بيك. استاذ احمد، استاذ احمد معانا ولا لا؟ الو، اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك وبالضيفة حضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا بيك اهلا بيك. احنا بنتكلم النهارده وبنناقش موضوع التعليم الاونلاين. رؤيتك ايه او وجهه نظرك ايه بما ان حضرتك متخصص في تطوير العمليه التعليميه؟ والله حضرتك خلينا اتكلم في الاول بخصوص موضوع سرعه الانترنت، وده يعتبر الحاجه الشائعه في التعليم الاونلاين، ان سرعه الانترنت عندنا في مصر لا تؤهل بشكل كبير ان احنا نتعامل مع التعليم الالكتروني او التعليم اونلاين بشكل كويس، بحيث ان انا اقدر اوصل المعلومه للطالب. دي رقم واحد. النقطة الثانية هي المشكلة الكبيرة اللي ممكن تواجه المعلم، لأن لازم المعلم وهو بيتعامل مع الطالب لازم يكون في ملاحظة لتعبيرات الوجه وتغيرات السلوكية. التعليم الأونلاين بيلغي عندي هذا النوع من التعامل النفسي، إن يبقى المعلم بيلاحظ التغيرات السلوكية والنفسية على وجه الطالب وعلى تعاملات الطالب اللي قدامه. دي برضه مشكلة ثانية. قبل ده وده خلينا اكلم مع حضرتك في نقطه اهم بكتير، هي ان انا لما اجي اتعامل مع تعليم اونلاين لازم الاول ادرب المعلم واعرفه يعني ايه تعليم اونلاين. ما ينفعش اقول جوه المدارس هنعمل تعليم اونلاين في حين ان المدارس بنيتها التحتيه غير مؤهله للنوع ده من التعليم، المعلمين غير مدربين، مش عارفين اهميه التعليم الالكتروني. هو ليه اهميه كبيره بس في دول بره، لكن عندنا في مصر محتاج يكون عامل مساعد في البدايه جنب التعليم الحيوي او الحي اللي هو الطالب قدام المعلم، وبعد كده نبتدي نتعامل مع التعليم الاونلاين بشكل اكبر خلال سنه 2 3 بحيث يبقى منطق او منطلق عام بعد 3 4 سنين من دلوقتي. طيب يا استاذ احمد، انت ازاي ممكن بوجهه نظرك وبرؤيتك نبدا منين عشان نطور عمليه التعليم الاونلاين؟ طيب التعليم اونلاين لازم يكون عامل مساعد زي ما شرحت لحضرتك بجانب التعليم الحيوي. دي خطوه اولى بحيث لا يمثل من العمليه التعليميه سوى 7% او 10% بحد اقصى. دي نقطه مهمه جدا.
النقطه طيب الثانيه النسبه دي ان بناء انا على ايه يا استاذ احمد؟ يعني النسبه دي بناء النقطه على دي بناء على دراسات وابحاث. ما هو انا النهارده لما يكون عندي بنيه تكنولوجيه او تعليميه ضعيفه، ودي بمنتهى الصراحه والوضوح، لازم اتعامل على القدرات والامكانيات اللي عندي. تعليم الاونلاين مهم خصوصا في الفتره الحاليه، ويمكن كورونا عجلت بالامر دوت، كويس. لكن محتاج ان احنا نتعامل معاه اللي هو باخد الموضوع واحده واحده مش مره واحده. طيب يا استاذ احمد، دلوقتي بما ان حضرتك صاحب مبادره تعليم وطن، التعليم بيساوي تقييم، ازاي حضرتك من يعني وجهه نظرك كده ازاي اقدر اقيم الطالب وهو مش قاعد قدامي او مش قادر اتفاعل معاه؟ لان طبعا في بعض الامتحانات بتبقى شفويه وفي بعض الامتحانات بتبقى تحريريه، ازاي بقدر اقيم الطالب عن طريق التعليم الاونلاين؟ طيب التعليم الاونلاين طرق التقييم بتاعته بالنسبه لنا تعتبر عباره عن اسئله متعدده، اللي هي الاختياري وصح وغلط، اللي هو الاختيار المتعدد وصح وغلط، واكمل الاسئله دي. لكن المقالي، ما هو ده برضه مشكله ثانيه هتقابلنا، بالظبط. هي ان الجزء المقالي هنلغيه في التعليم الاونلاين، لان التعليم الاونلاين قائم على ان الكمبيوتر او الحاسب هو اللي بيصحح الامتحانات وبيتعامل مع الورقه الامتحانيه بناء على نموذج بيتحط له محلول هل جاهز. ده هيأثر على جودة التقييم للطالب؟ هيأثر عليه يا فندم؟ مش تمام. على جودة التقييم للطالب، يعني هل طبعا. يعني أقدر أقيم الطالب إزاي؟ أقول إذا كان فعلا ده طالب كويس أو طالب أو مش كويس عن طبعا طريق طبعا. هو الامتحانات انا عشان المنمقة؟ كده شرحت لحضرتك في الاول يا استاذه ايمان، قلت ان لازم نتعامل معاه بشكل في البدايه على انه هو حاجه غير معتاده، تمام. بشكل بسيط في الاول اقول ان انا اتعامل معاه على ان هو هتعامل مع اسئله صح وغلط واختياري واكمل، واتعامل ان في اسئله مقاليه الطالب هيشيلها عادي في المدرسه مفيش اي مشكله خالص، بس ما اعتمدش عليها اعتماد كلي. لازم يكون التعليم الالكتروني وسيله مساعده لاتمام واكمال العمليه التعليميه ككل. كويس. طب يا استاذ احمد، ماذا سنفعل اذا اضطررنا في وقت ما للتعليم الاونلاين؟ محتاجين نجهز ايه عشان نكون مستعدين للتعليم الاونلاين؟ طيب اول حاجه محتاجين عشان نتحرك في التعليم الاونلاين ان انا اتعامل كوزاره ان انا اخد اولي الامر مع المعلم مع الطالب معايا في الموضوع دوت. ده ازاي؟ اعمل مؤتمرات كبيره توضح للمجتمع وللاسر اهميه التعليم الالكتروني في مصر. دي رقم واحد. كويس. النقطه الثانيه ان انا اجهز محتويات تعليميه تساعد على الموضوع دوت، يعني ما اتعاملش على المحتوى التعليمي اللي موجود دلوقتي واقول انا هحوله الكتروني، صعب. لازم اطور المحتوى التعليمي بما يليق وبما يتيح تطبيق التعليم الالكتروني، تمام، واشتغل على التعليم الالكتروني بعد يعني كده. عملية دي تغيير النقطة. شاملة للمناهج. طبعا طبعا، وضرورية جدا جدا واساس بس بالنسبة انا لي. يعني يا استاذ احمد خليني اقطعك هنا في نقطة مهمة جدا، يعني ده حاجات مكلفة جدا تحتاج سنين وسنين وسنين لتطبيقها. انا بحاول طول الوقت ان انا اتواصل مع الناس او اتواصل مع المسؤولين في ايجاد حلول، ممكن على المدى البعيد تنفع، ولكن برضو عايز حلول على المدى القريب برضو استطيع تحقيقها. لا، هو خليني اقول لحضرتك ان الموضوع مش محتاج سنين كبيره ولا حاجه، لا لا خالص. دي بناء على دراسات انا عاملها وابحاث موجوده معايا بالفعل، وخاصه في موضوع التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني. احنا محتاجين 4 سنين شغل فعلي على التعليم الالكتروني بحيث يكون معمم على مستوى مصر. طب برضو لو احنا هنتعامل معاه في الوقت يعني احنا الحالي. دلوقتي محطوطين برضو في دائره ضيقه جدا، بما اننا دلوقتي خلاص احنا بدانا العام الدراسي بالفعل، وخلاص يعني شويه وهنبص نلاقي نص السنه جت، وبعد شويه هنبص نلاقي امتحان الفاينل وخلاص يعني وصل لينا، خلاص هنتصرف ازاي السنه دي؟ عايزين حل سريع للسنه دي بحيث ان الطلبه بتوعنا ما يبقاش زي ما حصل السنه اللي فاتت وكان فيه مشاكل كتيره جدا للتقييم بتاع الطلبه، هنتصرف ازاي؟ هو في الوقت الحالي هنقدر نعتمد على التعليم الالكتروني كوسيله مساعده، مش هي الاعتماد الكلي او مش هي الاساس بالنسبه لي ان انا اتعامل عليه. دي نقطه مهمه جدا لازم ان انا احطها نصب اعيني عشان اتحرك عليها واشتغل صح. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان لازم ان انا اوضح للمجتمع اهميه التعليم الالكتروني عشان اقدر اخد مع المجتمع معايا في الموضوع دوت، تمام، واقدر اخد قبول من المجتمع. ومفيش مشكله يا جماعه ان احنا نعمل بوتس تصويتات على ايه رايكم يا جماعه في التعليم الالكتروني، طب انتوا ايه مقترحاتكم، ايه ارائكم، ايه الحاجه اللي انتوا عايزين نعدلها، وهكذا عشان ما نواجهش المشكله بتاعت السنه اللي فاتت. الحاجه الثالثه هي ان احنا نحاول قدر المستطاع
نعالج مشكله سرعه الانترنت في مصر، خاصه ان احنا بنتعامل مع تابلت، ودلوقتي عندنا اكتر من 6 مليون بنتعامل معاهم على التابلت اولى وبيمتحنوا في ثانوي نفس وثانيه الوقت ثانوي. كمان، ودي مشكله تانية. نعم بيمتحنوا في نفس الوقت كمان، دي مشكله اخرى يعني. بالظبط بالظبط. وممكن تواجهنا مشكله تانية السنه الجايه، هي ان الامتحان هيتحط في نفس اللحظه وهيتوزع على مستوى الجمهوريه عن طريق الكمبيوتر، فممكن الامتحان يقع منه. طب وساعتها الحل ايه؟ او الكهرباء قطعت. فهي دي برضه لازم الاقي لها يعني طريق او شكل او طريقه معالجه، بحيث ان انا يبقى عندي البديل وقت ما يحصل عندي مشكله، يبقى عندي البديل بتاعها. البديل بتاعها ممكن يكون ايه؟ البديل بتاعها ممكن يكون ورق، ويعني اظن ده بشكل كبير جدا بنسبه 85%. هي هتتحول لامتحانات ورقية نظرا لمشكلات الانترنت او مشكلات التواصل على التابلت او عبر التابلت يعني. بالظبط كويس. بالظبط. طب خليني اسال حضرتك سؤال. حضرتك في نوعين من التعليم دلوقتي، يا اما الاونلاين اللي هو المحاضرات اونلاين، او ان في بعض المدرسين بيقوم بتسجيل المادة العلمية كلها ويبدا ان هو يعني عن طريق زي كورس او عن طريق تدريس من خلال انه مسجل المادة العلمية. شايف انه بما ان التعليم الاونلاين اللي فيه شبه تواصل نسبة نجاحه 7 على 10%، ده يبقى نسبة نجاحه انت كام ممكن؟ التعليم الاونلاين ايه يا فندم؟ مش سامع. التعليم الاونلاين كنت ايه؟ بتقول لي انه في نسبة التعليم الاونلاين من 7 على 10%. طيب لو المدرس مسجل المادة العلمية بتاعته مصورة عن طريق الفيديوز زي المنصات اللي موجودة دلوقتي، هنا نسبة استيعاب الطالب ممكن تبقى قد ايه؟ لو احنا تعاملنا مع التعليم الاونلاين ان هو وسيلة مساعدة بجانب التعليم الحيوي، اظن ان احنا هنكسر حاجز 90% في بعض الكفاءات. اصل هي دي برضه بتعتمد على الذكاءات، ما هو مش الطلبه كلها مش واحد. لا انا بتكلم عن فهي نقطه تانية، بتكلم انا نقطه الفيديو. بفرق ما بين جزئين، الجزء الخاص بالتعليم اونلاين والجزء الخاص بانه مدرس يسجل الماده العلميه بتاعته كلها على كمحتوى محتوى على وانا فيديو. اخد المحتوى وغيري ياخد المحتوى وهكذا يعني. ما هو لا ما هو برضه حضرتك انا فهمت قصد حضرتك. هو ما هو الاثنين برضه تعليم اونلاين كده يعتبر. كويس، بس فانا التاني برضو فيه فانا تواصل. برضو محتاج طبعا. هي دي ثوابت. بص حضرتك، دي ثوابت بالنسبه لنا. دي ابحاث عالميه اتعملت في انجلترا، واتعملت في اسبانيا، واتعملت في كوريا الجنوبيه. الابحاث دي بتقول، واي دوله كده بتتعامل على التعليم الالكتروني، ان هو وسيله مساعده تضاف او تكمل وسائل التعليم اللي موجوده جوه المدارس، طرق التعليم موجوده جوه المدارس، لكن ما بتعتمدش عليه بشكل اساسي. ممكن تعتمد عليه بطرق التقييم بشكل ضعيف جدا، اللي هي زي ما قلت لحضرتك اسئله متعدده او اسئله الموضوعات المتعدده، لكن ما تعتمدش عليه في الاسئله المقاليه لصعوبه تصحيحها. كويس. كمان لازم اخد بالي ان انا غير الدول الاجنبيه. دي حقيقه لازم نعترف بيها عشان نقدر نحط نفسنا فعلا قدام المشكله. الدنيا متطوره اكتر، سرعه النت اكتر، الاعتماد بالظبط. على التكنولوجيا ولا اكبر. وفي استيعاب مجتمعي. لا وقبل كل ده كمان في استيعاب مجتمعي لوسائل وطرق التعليم الالكتروني، كويس. مهمه جدا حضرتك دي. الموضوع مش جديد عليهم يعني. لا الموضوع بالنسبه لمصر هو جديد علينا من السنه اللي فاتت، لان لا احنا ما احنا كناش نتكلم على بره مصر. على بره استاذ مصر. احمد قبل ما اختم بالظبط معاك بس عشان بالظبط. وقت الحلقه بتاعتنا، بما طبعا ان حضرتك خبير في شؤون تطوير التعليم، ايه الخطوات اللي الاستاذ احمد قام بيها لتطوير العمليه التعليميه، حاجات ملموسه على الارض؟ هو يعني انا كان ليا مشروع كبير، مشروع قومي بيشتغل على تطوير المنظومه التعليميه من خلال كذا جهه. الجهه الاولى هي ان احنا نتعامل على المحتوى الالكتروني، ان احنا نطور المحتوى الالكتروني بشكل معين بما يتناسب مع امكاناتنا وقدراتنا كدوله في الوقت الحالي. كويس. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، يكون في سيوله ماليه تساعد في عمل هذا النوع من المحتوى التعليمي الجديد. النقطه الثالثه، ان الموضوع ده يتطبق في مدارس الخاصه لمده 4 سنوات كمرحله تجريبيه، ثم ننتقل به للمدارس الرسميه ثم للمدارس الحكوميه. في شيء طبق منه؟ يعني في شيء بدأ بالفعل تنفيذه؟ يعني هو انا عرضت الموضوع على السيد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربيه والتعليم، لكن يعني الموضوع لسه محتاج شويه وقت. يحتاج الى الوقت. استاذ احمد سلامه، خبير متخصص في شؤون تطوير التعليم، انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا متشكر على الهاتف. شكرا ليك. نرجع مره تانيه لاستاذه نيفين. استاذه نيفين، راي حضرتك ايه في الكلام اللي قاله استاذ احمد في قصه التقييم بالذات؟ انت كمدرسه لو لقيتي الطفل اللي قدامك، انت خلاص المفترض انك انت بتعملي له امتحان اللي هو الاسبوعي او الدوري العادي، سواء كان كل اسبوع سواء كل نصف شهري او شهري، بتعرفي تقيمي الطالب فعلا عن طريق الانترنت، ولا بيبقى لازم يكون في اليوم اللي موجود فيه في المدرسه؟
هو موضوع التقييم ده فعلا هو اتكلم فيه فعلا من صعوبه، في صعوبه شويه في حته ان في الحاجات كمان اللي فيها كتابه، يعني الحاجات المقاليه زي ما قال، لو هنتكلم على ماده اللغه الانجليزيه مثلا الرايتنج، فده من الحاجات برضو يعني في الكلاس بيبقى فيه كذا في زي يعني كلنا في ثلاثه اعتقد حتى مش هتشوفي في الطالب كمان خطه حلو ولا لا. دي طبعا دي مهمه جدا، وبتشوفي هو مشخبط يعني بيكتب يعني ما احنا كان خطنا كويس ان شاء الله باذن الله. موضوع الخط ده مهم جدا طبعا برضو، وغير الخط كمان انت بتشوفي حاجه حلوه بتقدري ان انت بتشجعيه بتمدحيه بتقولي له، يعني دي حاجات نفسيه بقى ما بتقدريش تعمليها. وحته الغيره كمان ما بين الطفل والتاني اللي هي الغيره المحموده، المنافسه يعني المنافسه اللي هو انا دلوقتي انا شجعت الطالب الفلاني فالتاني اللي جنبي منه هيغير، انا عايزه ابقى زيه. ده لو لسه الموضوع ده موجود يعني. لا موجود طبعا وموجود يعني ما بينتهيش خالص، يعني مش من الحاجات اللي مش بنشوفها، لا بنشوفها كتير وبتفرق مع الولاد قوي، ودي بتبقى برضو من الحاجات السلبيات بتاعه الاونلاين ان هي ما فيش منافسه، يعني هو كل واحد عايز يعني يسمع بقى السيشن ويريح شويه للسيشن اللي بعدها وخلاص يعني. ساعات بيناموا وساعات بيناموا وساعات يقفلوا الكاميرا فجاه. فلا موضوع الـ يعني التفاعل بيننا وبين بعض كده جوه الكلاس دي حاجه مختلفه، وحته برضو نفسيه انت في يعني في الكلاس احنا او حتى لو مثلا نازلين بريك بتاعتهم او حاجه بتشوفي حد مثلا منطوي شويه بتقدري تتكلمي معاه، تعرفي ان عنده مشكله وتقدري انك تحلي الملاحظات السلوكيه على الملاحظات السلوكيه على الاطفال او على الطلبه بتكون اكثر دقه ورؤيه، بتكون موجوده في الاونلاين بتكون معدومه واكثر اهميه كمان ان هو دي الحاجه دي العلاقه اللي يعني او اللي بتبني العلاقه بجد بينك وبين التلميذ بتاعك، فهو بيتقبل منك لو انت خايف عليه وبتنبهه وبتقول له انت مثلا مستواك قل او حاجه، هو بيتقبل منك الكلام ده لانه عارف ان انت قلبك عليه او خايف عليه، غير لما يبقى ما فيش علاقه خالص لما يعني تقول له كده يعني حاسه بحاجز بينك طبعاً طبعاً. وبين الطالب يعني ممكن يكون عنده مشكله مش عارف يقولها لك، عنده مشكله في البيت حتى مثلا ممكن مش كل الولاد نفس الـ يعني الخلفيه، فكل واحد عنده جايين اصلا المدرسه يفرغوا الطاقه بتاعتهم ويتعاملوا مع ناس، يبقى في كمان تواصل بينه وبين اصحابه، دي حاجه مهمه جدا ان هو يبقى بيعمل يكون اجتماعي، يعني طفل اجتماعي وعنده علاقات واصحابه بيحبوه. لو حد مش كده طب انت هتخلقي ده ازاي او هيفضل كده انطوائي لو فضلنا بالوضع ده؟ شايفه ان الطالب محتاج ان هو يبقى مؤهل برضو كمان زيه زي المدرس علشان خاطر يتقبل فكرة التعليم اونلاين، يعني أكيد. لازم نعملهم زي مثلا ورش او ورش عمل ان هم يشوفوا الدنيا ماشية ازاي او بيتصرفوا ازاي او كده، مش لدرجة ورش عمل بس ممكن تبقى زي كده يعني سيشن توعية او يعني من خلال برضو اونلاين ان نتكلم معاهم، ميتينجز مثلا بنتكلم معاهم مش بس على المادة الدراسية، ممكن بنتكلم معاهم بقى على ازاي يستعملوا ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش عشان يعني هم يقدروا ان هم يحسنوا من مستواهم الدراسي او يقدروا يطوروا من السكيلز بتاعتهم كمان، يعني حتة انعدام الورق دي برضو صعبة قوي يعني. ورق مهم دلوقتي جدا القرايه كمان مهمه ان هو يعني برضو الواحد لما بيجي بيقرا حاجه اونلاين مش زي ما بيقرا بيمسك كتاب في ايده وبيقراه، يعني انا شايفه ان موضوع الخط ده بالذات يعني فعلا بيبين اذا كنت انا فعلا متواصل مع اللي قدامي ولا لا بكتب، وفي ناس طلبه خلاص ابتدت تنسى فعلا شكل الكتاب عامل ازاي عشان هو بيكتب على الكيبورد. طبقه السنه اللي فاتت وكان في انا اعتقد انه يعني سمعت بعض الاحيان كان في مهازل في الامتحانات الاونلاين، يعني ناس بتقعد مع بعضها وتحل ما هو في بيحضروا سيشنز مع بعض على فكره ساعات، لان بيننا ان في لسه الدراسه ما بداتش فمش في كل المدارس يعني، فبتلاقيهم ان هم جروب وحاضرين السيشن مع بعض فممكن يقفلوا الكاميرا اصل احنا قاعدين يعني بيتكلموا بقى الشات مع بعض في نوادر حصلت عادي خليهم يلعبوا ينبسطوا شويه. طيب طب شايفه انه ازاي نتعامل مع احنا اتحطينا في وضع، وانا شايف انه بيبقى في اي دوله في العالم في لجنه اسمها لجنه اداره الازمات. ايوه وتحت لجنه اداره الازمات بتنزل منظومات كثيره قوي، هذه المنظومات المفروض ان هي بتتعامل في وقت حدوث المشاكل. احنا كاشخاص عاديين او كمدرسين او كناس متخصصين في اي مجال دايما ممكن يبقى عندنا فكره بره الصندوق، من خلال بقى تجربتك ومن خلال انخراطك في وسط الطلبه وانت قاعده معاهم، شايفه ممكن حل بالنسبه للمرحله الابتدائيه اللي انت بتدرسي لها ممكن يبقى ايه انسب حل او افضل حل نتعامل بيه عشان التاسيس في المرحله دي مهم جدا؟
اهم حاجه طبعا ان هم يلتزموا بالوقت اللي هو بتاع حضور السيشنز دي من اولها لاخرها، يعني يبقى قاعد عارف ان يعني ان ده حاجه مهمه جدا، لانه مش هيعوضها حتى لو هي يعني اخدها ريكوردد، غير لما تكون او مسجله، يعني مش هتكون زي ما تكون انت لايف معاه وممكن يناقشك في حاجه، طب انا ما دام مش فاهم مثلا الجزئيه دي الحته دي، فكل الحاجات دي بتبقى اسهل طبعا لما بيبقى في كونتاكت بينك وبينه وهو قاعد قدامك، غير لما تبقى حاجه مسجله. طب يعني لو بعتي للطفل الماتيريال او الماده اللي انت بتدرسيها مسجله، شايفه ان ده ممكن يعني الطفل هيقعد ويفتح في البيت المفترض الحصه اللي عليه ويذاكرها او هيسمعها منه نفسه كده يعني طبيعي؟ هو لازم برضو يكون في مساعده طبعا من البيت، لازم يكون في اهتمام برضو يعني سبيشالي في السن الصغير ده، عشان يعني تبقى الدنيا نتكيف احنا الثلاثه، يعني ولي الامر والتلميذ نفسه والمدرس، يبقى يعني بنكمل بعض كلنا، يعني ما ينفعش اكيد طبعا. بس انا يعني يمكن مع يعني على مدى السنين اللي فاتت كلها شايفه ان المدرس هو العمود القوي في الضلع الاضلاع المثلث ده، لازم يكون هو اللي موجود. الاهالي عمرهم ما هيقدروا ان هم يقدروا يسيطروا لوحدهم. هي مش مساله سيطره عليهم، هي مساله ان هو مش يعني ما اقصدش ان هو يسيطر عليه، ان هو يبقى قاعد معاه من اول السيشن مثلا لاخرها. بيهربوا والله يا استاذه نبيل، بس يعني بيهربوا صدقيني. بقى مش عايزين الدكتور او المدرس يعني، لا والله بيهربوا في كل السيشنز، مش معقول يعني بيهربوا في كل حاجه. ممكن بقى يبعتوا لك لاف بقى وحاجات ومسجز. اه طبعا شيء جميل بيرفع من روح المدرس. كان في جوابات زمان بس دلوقتي بقت خلاص بقى الرياكشن بقت يعني اسهل. ما دي من الحاجات الحلوه اللي انت بتلمسيها، بس بتبقى طبعا لما تبقى جوه الكلاس وفي المدرسه بتبقى اكتر، وبتبقى يعني بتدي فعلا معنويات عاليه جدا للمدرس، انت بتلمسي الحاجه في وقتها بالظبط يعني. لكن اونلاين هو بيبقى اصلا مركز ان هو يعني في وقت السيشن مركز في الحاجه عشان يلحق يعمل، مثلا لو في هومورك او في حاجه مطلوبه منه هيتسال في حاجه فمركز. بتصححي الواجبات ازاي او بتعمليها ازاي برضو اونلاين؟ برضو طبعا. ودي برضو حاجه صعبه جدا، لان هو يعني بيبقى فيه انت مثلا بتصححي في المدرسه، بيبقى فيه بقى تصحيح اللي بيعرف غلطته فين. الكحك بتاع زمان ده كان شكله لطيف قوي يعني، مش هنوصل قوي لكده، بس اللي هو بيبقى عارف غلطاته بتبقى باينه له. لكن دلوقتي انت بتقدمي له نموذج مثلا للاجابه بتاعت كل مثلا مجموعه اسئله، بيبقى حد يساعده ممكن. لا الاجابه جاهزه بتتبعت له طبعا جاهزه، يعني هو بقى اللي بيصحح لنفسه، هو بيشوف ايه اللي غلط فيه او ايه هو اللي بيصحح. ايوه فكره التصحيح لنفسه دي انا بصراحه انا لاحظتها حتى يعني قصادي يعني في البيت، يعني قال لي اصل انا صححت لنفسي. حبيبي صححت لنفسك ازاي؟ قال لي يعني اللي هو عارف فكرني بسعيد صالح، يعني انا دخلت الفصل ودرست لي وصححت لنفسي واسبوع رفض قاعد لكم في البيت، يعني انا حسيت بالظبط بالموقف ده. طب فين المدرسه اللي صححت او المدرس اللي صحح؟ يعني ما انا برضو هجامل نفسي. أيوة. اكيد كطالب هجامل نفسي، يعني هدي نفسي الفول مارك يعني. في بعد كده طيب يعني تقييم بعد منك؟ في ثقه ما بين الطلبه. لا انا ما بثقش بصراحه. فعلا انت تساليه هو فهم، هيقول لك انا فهمت، تثقي في كلامه وتديله. لا مش للدرجه دي، مش قوي كده. لا ما انا بتكلم بقى هل في ثقه كده كده خلاص والدنيا خلصت؟ تسالي وتشوفي هو فاهم ولا لا، بتسالي سؤال عن الحاجه فبيبان من سؤاله هو فاهم ولا لا، الاجابه بتاعته بتبين لك هو الاستيعاب بتاعه قد ايه. بس طبعا برضو بتبقى مش زي ما بيكون قدامك يعني كائن حي كده قدامك في الكلاس. طبعا يعني بتقدري فعلا تحصري اذا كان الطالب ده فعلا ما عملش الهوم ورك، او الحته اللي هو عملها دي عملها من دماغه ولا يعني حد ساعده فيها او هو فتح الكتاب او وات ايفر يعني. بصي دي كانت بتبان طبعا في العادي مش اونلاين، كانت بتبان من لو حد مثلا من الاهالي ساعات ممكن يكون بيساعد الولاد بيكتب لهم او حاجه، بيبان من الخط طبعا، بيبقى خط بحد كبير. لكن في الاونلاين لا مش بتحصري دي خالص. يبقى نقول للاباء والامهات ما تغششوش ولادكم. والله يا ريت يعتمدوا على نفسهم. دي حاجه ليهم هم مش لحد تاني. يعتمدوا على نفسهم عشان حتى يطوروا من نفسهم. هو لو بيساعدوا بالشكل دوت هيبقى الموضوع صعب فعلا جدا، يعني مش هيبقى فيه اي تقدم للطفل نفسه. فالتقييم من الحاجات اللي فعلا بحس ان هي هتبقى صعبه شويه في حته الاونلاين. حصل معاكي اي نوادر في قصه الاونلاين؟ حاجه كده لقيتي نفسك؟ قبل ما نعرف نوادر الاونلاين خلينا ناخد تليفون استاذ احمد. اهلا بيك. الو استاذ احمد. السلام عليكم. استاذنك بس توطي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون. حاضر يا فندم. استاذنك بس توطي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون.
انقطع الاتصال مع استاذ احمد وقفل التليفون والتلفزيون. هو الاونلاين بتاعه كان صعب شويه. اه يعاود الاتصال بينا مره اخرى. حاول تراستر الراوتر او التليفون. دي من الحاجات اللي بتحصل برضو ساعات، حد يكون بيتكلم في التليفون جنب الطفل او حد رن عليه مثلا، او حد رن عليه ومسجات بعد ترنتتن طول الوقت، واتساب شغال ما شاء الله. بالظبط كده، دي من الحاجات اللي برضو بتبقى يعني شويه كوميديه. حته بقى برضو الكوميديا في الكلاس غير برضو في الاونلاين. اونلاين بتبقى الواحد مركز عايز يلحق يخلص يعني حاجات معينه في وقت معين، فاللي هو غير الكلاس بقى في نوع برضو من الفكاهه كده يعني مع بعض بنهزر، بحد ممكن يشير حاجه يقول حاجه مثلا حصلت له، فبيبقى في نوع من التواصل اكتر يعني. بالظبط، بيخافوا على فكره يتكلموا كتير في المايك، ويعني بيبقى حاسس ان هو مش عارف مين او مراقب مش عارف مين اللي سامعه. ممكن نتكلم مع بعضها يعني يعني هي لو فتحوا المايكات هيتكلموا مع بعض، وممكن المدرس يتوه في النص، لازم يبقى هو مركز يعني معاهم. مركز ويعني وماسكهم زي ما بيقولوا، لا يعني في نظام. هي دي حلوه بقى في حته اللي كنت بقول عليها في الاول اللي هي الميوت، ان ممكن تعملي ميوت للولاد كلهم عشان يعني تقدري تخلصي الجزئيه اللي انت عايزه تخلصيها كمدرسه، لكن في كلاس مش تقدر تعمل لا ميوت ايه ما فيش هم اللي يعملوا لك ميوت هم ازاي هم هيتكلموا فدي برضه من الحاجات اللي بنشوفها يعني. يعني انا شايفه ان هو فعلا يعني التجربه لطيفه والتجربه حلوه مش وحشه، بس هي فعلا محتاجه ان حد يكون مؤهل، او على الاقل خالص ان احنا نقول للمدرس انت عليك كذا هتعمل 1 2 3، وللبيت هيعمل 1 2 3، وللطالب كمان هتعمل اللي عليك في الجزء ده. كويس، يبقى كل طيب واحد ناخد تليفوني الاول. مدام هبه اهلا بيكي. مدام هبه اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضلي. انا برحب بحضرتك وبضيفتك الكريمه، كنت عايزه اقول رايي بس في موضوع الاونلاين. اتفضلي. احنا طبعا كمدرسين وكل حاجه ما عندناش مشكله ان احنا طبعا نتقدم في التكنولوجيا والاونلاين، واحنا طبعا عارفين كويس قوي ان المرحله اللي احنا فيها دي هتعتبر بالنسبه لنا مرحله مؤقته مش اكتر. طب هتعملي ايه يا استاذه هبه لو المرحله دي استمرت شويه اكتر؟ المرحله طبعا لو اتطورت اكتر من كده، لا احنا هنبقى محتاجين اولا الولاد ياخدوا سيشن توعيه ان هم ازاي برضو يتواصلوا مع المدرسين بتوعهم، وطبعا بعدم بتدخل من ولي الامر، يعني ان هو ما يبقاش مثلا قاعد فوكس عليه رايح جاي يقول له ركز اعمل، لا يسيب كل حاجه للمدرس. ماسك له العصايه اللي كان ماسكها المدرس في الكلاس. بالظبط. بيكمل دور المدرس تقصدي في البيت. بالظبط، اسمع ركز مع المدرس بتاعك، فانت طبعا قاعد انت كمان مش يعني مش واخد راحتك، يعني انا مش قصدي طبعا مش واخد راحتي مثلا ان انا يعني حتى يعني يعني لا، هو المدرس في الوقت ده هو اللي بيبقى سيد الموقف. طب حضرتك وصل يعني او يعني حصل معاكي ان اي موقف مثلا سواء كان لطيف او سواء كان سخيف وما عرفتيش تتصرفي؟ لا احنا لحد دلوقتي لسه طبعا في بدايه التجربه، واحنا كلنا بنجرب، احنا كمدرسين واحنا كمان برضو كطلبه والولاد كمان كطلبه، بس برضو يعني احنا برضو مفتقدين الاي كونتاكت اللي بيننا وبين الطالب. انا محتاجه ان انا اعرف الطالب اللي قدامي ده فاهمني ولا مش فاهمني، ممكن بيبقى فيه ولد مش فاهم او فاتته جزئيه معينه، فانت تفضلي تقولي انتوا فاهمين، طب في حد مش فاهم. لما كنا في الكلاس بنبص في عين الطالب بنبقى عارفين كويس قوي مين اللي فاهم ومين اللي مش فاهم، لكن طبعا عن طريق الاونلاين انا مش عارف الولد ممكن يكون مكسوف مش عايز يرد مكبر دماغه، فطبعا النقطه دي احنا مفتقدينها تماما. فطبعا المدرسين محتاجين ياخدوا تدريبات اكتر على موضوع الاونلاين، والطلبه محتاجين سيشنز توعيه بس مش اكتر من كده، والموضوع هيمشي يعني احنا لسه برضو في بدايه التجربه والمنظومه لسه ما اكتملتش. يعني انت شايف الى حد ما التجربه ازاي، ولو حبيت تقيميها في جمله واحده التجربه ممكن تكون ايه او تديها كام في الميه؟ لا طبعا التجربه لسه مش هنديها اكتر من 60%، لان احنا لسه في بدايه التجربه، احنا ولا لسه عملنا اونلاين للولاد كويزز او حاجه، فلسه الموضوع لسه في اوله، فاحنا ما نقدرش نقيمه حاليا. استاذه هبه وصلت رسالتك وبشكرك شكرا جزيلا لاتصالك ببرنامج تواصل.
متفائله جدا استاذه هبه، اديت لها 60% في المرحله الاولى. 60% بس والله انا شايفه ان هي نسبه حلوه مش وحشه. كل ان رؤيتها كده او هي شايفاها بتديها التقييم ده، فمعنى كده ان في بوادر امل او في شيء من التحسن او في شيء من الرؤيه الجيده لمثل هذه التجربه. هو اي تجربه احنا بنجربها بتبقى جديده علينا بنبقى دايما قلقانين منها او حاسين ان هي لازم تفشل، بنحس ان بس لا مش شرط، ممكن حاجه تكون فعلا يعني زي بتبقى الكومفورت زون كده بالنسبه لنا، فاي حد بيخرج منها بيحس ان فيها منطقه مشكلة. الراحه زي ما بيقولوا، انا مش عايز اقوم من مكاني بالظبط كده، فاللي هو ايه ده يعني خلاص انا مش هرجع تاني ابقى في المدرسه، الحته دي بيبقى فيها نوع شويه من الرفض يعني، لغايه ما يعني ما نقدرش نحكم عليها بصراحه ان هي ناجحه او فاشله الا لما تاخد وقتها ونشوف بقى يعني تثمر كده نتائجها زي ما آخر بيقولوا السنة يوم الامتحان. لا هي كبوادر الى حد ما هي فكره كويسه، فكره تواكب التكنولوجيا وتواكب العصر الجديد، فكره في بعض الاحيان بتحل ازمات قد تكون ازمات كبيره جدا زي فتره كورونا، الناس كانت تروح فين وتتعلم ازاي وتمتحن ازاي بالظبط. يا دكتور خالد هي فكره الموجه الثانيه لو فعلا وصلت يعني اعتقد ان احنا يعني ممكن نندم اشد الندم ان احنا ما وصلناش بينا الحال ان احنا من البدايه فعلا طورنا الطلبه وطورنا التعليم وطورنا المدرسين والاباء في البيوت، ان احنا نوصل ان احنا لازم نبقى عاملين ده من بدايه السنه علشان خاطر لو فعلا اضطرينا ان احنا نقعد في البيوت تاني يبقى احنا كده خلاص احنا جاهزين بالظبط. طيب يعني خلينا ناخد اخر اتصال تليفوني في الحلقه. استاذه دينا اهلا بيكي. اهلا ازيك استاذه دينا؟ عضو صوت تلفزيوني يا استاذه دينا، بنتكلم عن الاونلاين والتكنولوجيا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذه دينا، اتفضلي. ممكن اقول للاطفال بس اللي بتبقى قاعده مركزه ممكن توطي صوت التلفزيون يا دينا؟ دينا ممكن توطي صوت التلفزيون علشان تعرفي تسمعيني كويس واسمعي كويس. حاضر اتفضلي. في اطفال بتبقى قاعده مركزه بس اول ما الاب مظلوم داخل عليهم فجاه تلاقيهم مثلا اللي هم مشغولين بحاجه او كده يقوموا مطروبين فبيخافوا. بتدخل عليهم فجاه ازاي؟ يعني تقصدي في الفصل ولا تقصدي على الكمبيوتر؟ حاولي تقفلي صوت التلفزيون يا دينا علشان تسمعيني كويس. يعني لما بيصوت يعني يلاقيهم مثلا اللي هم مش متجهين معاهم او كده فيقوموا مطروبين فجأة. ما هي ما هو لازم، هي لو هو لو قاعد في الفصل وهو مش واخد باله شيء طبيعي، لو دخلت المدرسة عليه فهيتخض، فيعني عشان هو اكيد بيعمل حاجة غلط. في اطفال ما بتبقاش قاعدة اللي هي مركزة. طيب انت شايفه ان هو لازم يبقى موجود في الفصل ولا ممكن يتعلم جوه البيت عن طريق الكمبيوتر؟ استاذه دينا حضرتك بتتكلمي عن فكره التركيز عند الاطفال وازاي نتعامل معاها، هنجاوبك في نهايه الحلقه. وانا بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك يا استاذه دينا. نتكلم عن فكره التركيز الاطفال وان الطفل احيانا ما بيبقاش مركزين، بتتعاملي ازاي مع المشكله دي في الفصل؟ دي بتبقى من يعني شويه مشكله من اصعب الحاجات، بس بنتعامل معاها باختلاف بقى الاستراتيجيز بتاعه التدريس نفسه. يعني مش كل حاجه بتكون ما كله كل في انواع للطلبه، يعني في طالب ممكن يكون بيعتمد على حاجه يشوفها اكتر، في حد حاجه يلمسها اكتر، فممكن في حاجات بقى استعمل حاجات حقيقيه. لو انا مثلا طفل في قبل الابتدائي بتعامل بوري له حاجات مثلا اوبجكتس معينه او يعني حاجات كده حقيقيه قصاد عيني. يعني بتحاول تجذب بالالوان طبعا، حاجات مثلا لو بتبقى محضر حاجات يعني باوربوينت او حاجه بتبقى حاجات كلها فيها الوان تشد الكلام كبير، يعني يكون مكتوب مش بخط صغير، يبقى كل حاجه لافته نظره عشان ما يفقدش تركيزه معاكي. بالظبط، بتغير تون طبعا صوتك، حاجات كتير يعني. كويس. وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. انت نورتينا بسرعه جدا. انت نورتينا النهارده. وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا من برنامج تواصل. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه نفين فرام، مدرسه لغه انجليزيه. شكرا بشكر حضرتك واشكرك يا استاذه ايمان. ميرسي يا دكتور خالد، والنهارده يعني كنت سعيده ان انا معاكي استاذه نفين، وان شاء الله نتقابل الاسبوع اللي جاي يوم الاحد القادم باذن الله وحلقه جديده من تواصل. الى هنا تنتهي حلقه اليوم، والى ان نلتقي بكم في حلقه قادمه اخرى. لكم من كل التحيه والتقدير، أنا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.